بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، المجلس 78 في كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي، شرح ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية، كتاب الحدود. هو قسمه كتاب الجنايات اللي هي على البدن والنفس، ثم بعد ذلك كتاب الحدود اللي هي إيه؟ غير الجنايات. وإن كان الجنايات والحدود كلها أبواب واحدة، لأن حد القتل ما هو ده حد برضه اللي هو القصاص من الحدود، لكن ده مجرد بس تقسيم عرفي بين الفقهاء، فجعلوا الجنايات اللي هي الجناية على النفس والبدن، كويس، والحدود اللي هي الجناية على العرض والمال، كويس. الجناية على العرض والمال فيها حد الزنا وحد القذف وحد السرقة، مش كده برضو؟ والجناية على البدن اللي هي القتل النفس بالنفس او الديات المقدرة اذا ايه الجروح قصاص او جرحه دون ان يقتله، ده مجرد تقسيم عند الفقهاء. والحدود جمع حد طبعا، والحد هو اما طرف الشيء يعني نهاية الشيء، تقول حد نهاية الشيء، وقد يكون الحد معنى التقدير يعني شيء مقدر، ده في المعنى اللغوي يعني. والحد بمعنى المانع برضه، يقول لك ايه للصبر حدود، واخد بالك ازاي؟ يعني نهاية وموانع. اما الحد في الشرع فهو ايه؟ عقوبة مقدرة شرعا على ارتكاب جناية معينة، عقوبة مقدرة شرعا، العقوبة المقدرة شرعا. عقوبة مقدرة شرعا. طب افرض بقى في واحد عمل جريمة لكن ما قدر لهاش الشارع تقدير معين، يعني الزنا معروف هيتجلد او يرجم، حاجات منصوص عليها الشرع، قد سرق حد معين قدر معين قطعت يده. طب افرض عمل جريمة ما زناش لكنه بيمشي في الشوارع يتحرش بالبنات، يلمس شعرها، يلمس ايدها، يحط ايده على كتفها، تبقى قاعده في الاتوبيس يحط ايده على فخدها، ده ما اسموش زنا بس جريمه. طب اللي يعمل كده نعمل فيه ايه؟ تعزير بقى، يبقى اسمه التعزير بقى عقوبه غير مقدره شرعا، التعزير عقوبه غير مقدره شرعا لارتكاب ما ليس ما لا يوجب الحد، فهمت؟ والتعزير دي بيترك للقاضي يحددها بالطريقة، بس بحد بشرط ألا تزيد عن أدنى حد، ألا تزيد عن أدنى حد، واضح؟ ده التعزير. زي واحد مثلا سرق دون الحد، دون حد السرقة، احنا عارفين إن القطع لو سرق ايه ربع دينار، فما زاد ربع دينار يعني كما حوالي جرام ذهب وواحد على 16 يعني تقريبا 300 جنيه، لو سرق 300 جنيه فما زاد تقطع يده. طب افرض سرق 10 جنيه، 20 جنيه، 100 جنيه، 150 جنيه، او ما قيمته 150 جنيه، سرق برضه لكنه لا يحد عليه، فهمت ازاي؟ تبقى عقوبته تعزيرية، ممكن يتضرب 3 4 جلدات، يتضرب على قفاه، يتشخط فيه، فهمت ازاي؟ نغرمه غرامة مالية، نعمل أي عقوبة، نجرسه، كانوا زمان حاجة اسمها التجريس، يعني يمسكوه كده ويربطوه ويربطوا إيديه ويدوروا بيه في الشوارع
والعيال تقول ورا ايه الحرامي اهو الحرامي اهو الحرامي اهو، يجرسوه يعني، يجرسوه يعني ايه يفضحوه. سموه تجريس ليه؟ عشان كانوا يركبوه على دابة فيها جرس عشان كل الناس تعرف ان فيه يبص. فهمت ازاي؟ فدي كلها عقوبات تعزيرية. فهمت بقى؟ فاحنا النهاردة هنتكلم على ايه؟ على الحدود بقى، يعني العقوبة المقدرة شرعا. جمع حد، وهو لغة المنع، يبقى دي احد معانيه في اللغة، لكن من معانيه برضه طرف الشيء، حد الشيء يعني طرفه مش كده، ومنه التقدير. وسميت الحدود بذلك ليه؟ لمنعها من ارتكاب الفواحش، لانها بتمنع الانسان اول ما يعرف ان فيه عقوبه يخاف يعمل المثال. فهمت بقى؟ يبقى منعته الحد منع، وهي وفي نفس الوقت برضه ايه مقدر، لان الحد معنى التقدير برضه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى سميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش، وهي برضو ايه بيسموها زواجر وجوابر، تزجر الانسان فلا يفعلها، واذا فعل الانسان وحد جبرت ايه نقصه، بحيث انها لا يعاقب في الاخرة عليها بقى. خلاص ربنا مش هيجمع عليها عقوبتين، واحد سرق في الدنيا واتقطعت ايده، اما يجي يوم القيامة يبعث مش هيعاقب على السرقة، خلاص يعاقب على الاشياء الاخرى. فهمت؟ يبقى هي برضو ايه جوابر تجبر ايه الانسان من النقص، لانه لا شك ان المعصية بتنقصه. فهمت بقى؟ وزواجر يعني تزجر الانسان الذي لم يفعلها ان يقع فيها، او ان يقع فيها مرة اخرى لو فعلها. يبقى جوابر وزواجر. فهمت ازاي؟ وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قولي والزاني على ضربين محصن وغير محصن. فالمحصن وسيأتي قريبا أنه البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح. يبقى الإحصان تعريفه إيه؟ أنه يبقى بالغ ويبقى عاقل. بالغ خرجنا الصغير الصبي، عاقل خرجنا المجنون مش كده، حر خرجنا العبد. كل كلمة مهمة. الذي غيب حشفته أو قدرها، الحشف اللي هي رأس الذكر، غيبها يعني أولجها يعني أدخلها، أو قدرها من مقطوعها، لأن كانوا زمان في الختان أحيانا يقطع رأس الذكر خطأ وهو بيختن الطفل، فهم يكبر ما عندوش ايه حشفة. طب افرض بقى ادخل قدر الحشفة من مقطوع الحشفة، يبقى اسمه برضو ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ اسمه وطئة يعني جامع. فهمت ازاي؟ وبالتالي الاحصان شرطه ان يكون قد ادى هذا الجماع ولو مرة في عمره بالشروط دي، وهو بالغ وعاقل، ويكون في نكاح صحيح كمان بعقد صحيح. فهمت ازاي؟ ويكون هذا الادخال في قبل. في ايه؟ في قبل. يعني لو تزوج امرأة وجامعها من الدبر ثم ماتت او طلقها لا يكون محصن، وان كان الجماع في الدبر حرام بس لا يتم به احصان. فهمت بقى؟ لازم القبل. واضح الحته دي مهمه. ليه بقى؟ لان هينبني عليها قضايا، هينبني عليه ان نحكم عليه بالرجم ولا لا. الرجم يعني الاعدام رميا بالحجاره، فدي حكم شديد، فما اقدرش احكم حكم شديد الا لما تتوفر كل الشروط وتمتنع كل الموانع. فهمت ازاي؟ لو عمل الجريمه دي وما توفرتش في الشروط ما اقدرش احكم عليه بالرجم، احكم عليه بقى بالتعزير، اعمل له اي عقوبه اخرى تعزيريه بقى، لكن ما اقدرش احكم بالاعدام الا ما تتوفر كل الشروط، لان الزاني المحصن حده الرجم بالحجاره حتى الموت، يعني الاعدام رجما بالحجاره. فدي قضيه يعني حكم من اشد الاحكام على فكره.
يمكن في القصاص بيقتل بالسيف بيستريح، لكن من اشد الحدود على فكره هو حد الرجم المبني على زنا المحصن، اشد حد فرضه الله لخطوره هذه الجريمه على المجتمع اولا وعلى الاحكام الشرعيه ثانيا، عشان هتخلط الانساب، تخلي الانساب مختلطه، واحنا عندنا احكام كثيره متعلقه بالانساب، فهمت ازاي؟ زي المواريث متعلقه بالنسب، مين يورث مين، وزي احكام النكاح ممنوع تزوج نساء معينات، فما يبينليش النساء المعينات ودرجه القرابه دي الا بالزواج الصحيح، فلو حصل بقى لخبطه في الحاجات دي كلها تبص تلاقي الانسان لا يعرف يتجوز ولا يعرف يورث، تتوقف بقى احكام شرعيه كثيره، فدي نقطه مهمه، علشان كده من اشد الاحكام. يبقى ايه؟ قال لك تعريف الاحصان ايه؟ البالغ العاقل الحر الذي غيب حشفته او قدرها من مقطوعها بقبل في نكاح صحيح. طب افرض نكاح فاسد، نكاح فاسد يعني عقد زواج لكنه فاسد، يعني تزوج امرأة بغير ولي، تزوج امرأة بغير ولي، زواج امرأة بغير ولي عند أبي داود الظاهري الوحيد نكاح صحيح مع الحرمة، نكاح صحيح بس يحرم، لكنه نكاح صحيح. يعني لو امرأة قعدت مع رجل قال له زوجتك ابنتي من غير شهود ولا ولي، هم قاعدين في أوضة مقفولة، زوجتك نفسي فقال قبلت ووطئها، عند إيه؟ أبي داود ليس زنا، فهمت ازاي؟ وعند باقي العلماء كلهم نكاح فاسد، كل العلماء يقولوا عليه نكاح فاسد. طب لو عمل كده يولد ولا يولد؟ درءا لايه؟ درءا لشبهة المسألة دي، حتى ندر عنه القتل. شوف قد ايه بقى، بالرغم انه مذهب غير معتبر لكنه يعتبر الفقهاء لدرء القتل، مذهب غير معتبر الا انه يعتبر الفقهاء، زي مثلا ايه؟ نكاح المرأة بغير ولي بوجود شهود، مذهب الاحناف يصححوه، نكاح المرأة بغير. الامام الشافعي يقول لك ايه؟ ولا اقيم عليهما الحد. نكاح المرأة بغير ولي عند الامام الشافعي زنا، وكذا عند الامام مالك زنا، والامام احمد بن حنبل زنا، ولكن الإمام الشافعي يقول إيه؟ ولا أقيم عليهما الحد لأن أبا حنيفة يجيزه، جعله درء. طب يحل محله إيه بقى؟ يحل محله تعزير أو التفريق أو تصحيح العقد، نصححه ونجيب الولي، فهمت بقى إزاي؟ يبقى ناخد بالنا من الحاجات دي مهمة، لأن القضاة لازم ياخدوا بالهم من مثل هذه المسائل لما ينفذوا الأحكام دي، لأن الأحكام دي معطلة بقى لها قرون، معطلة بقى لها قرون، ولا يوجد قاضي متمرس لازم يقعد يراجع تاني الفقه القديم لو حبينا ننفذ هذه الأحكام الرائعة، لأن للأسف توقف العمل بها منذ إيه يعني عشرات بل مئات السنين. يبقى لابد في نكاح صحيح، يبقى خرجنا نكاح الشبهة، نكاح الشبهة يعني إيه؟ يعني تزوج امرأة ودخل بها ثم بانت ايه؟ انه اخته بالرضاعة، ما يبقاش محسن. شفت بقى قد ايه؟ يفرق بينهما خلاص، بس ما بقاش محسن، لانه ده مش نكاح صحيح. خد بالك دي نقط مهمة، نقط مهمة. طيب افرض الذمي، احنا عارفين ان الزنا حرام في كل الشرائع من لدن ابونا ادم الى يوم القيامه، مفيش شريعه من الشرائع حلت الزنا او شرب الخمر او اكل الخنزير او الربا، دي شر او قتل النفس، دي اتفقت عليها جميع الشرائع من لدن ابونا ادم الى ان جاء سيدنا رسول الله خاتم النبيين، وشريعته هي التي مستمره الى يوم القيامه. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي لو واحد ذمي
ذمي يعني ايه؟ يعني كتاري مسيحي او يهودي عايش مع المسلمين وبينه وبينه عقد ذمة. عقد ذمة يعني ايه؟ يعني رضي ان يعيش في وسط المسلمين ويحكم باحكام المسلمين مقابل انه يحموه، واخد بالك ازاي، ويأمنوه وعايش معاه كويس. طيب زنا لازم تتوفر في شروط الاحصان دي علشان اعمل في حد ايه، حد الرجل. طب ونكاح اهل الكتاب مع بعضهم احنا بنصححه ولا لا نصححه؟ المسلمين بيصححوا بدليل لو متزوج زوجته المسيحية او اليهودية ثم اسلموا الاثنين يفضلوا زي ما هم ازواج بعض، ما بنعملهمش عقد جديد مش كده برضو؟ يبقى احنا بنصحح العقد بتاعهم. طالما نصحح العقد بتاعهم والزنا عندنا عندهم حرام وهم رجعوا يعيشوا في بلاد المسلمين يحكموا بقوانينهم، يبقى لو زنى المحصن من الذمي يرجم الى الموت، واذا ما كانش محصن يجلد 100 جلده ويغرب عليه. فهمت بقى ازاي؟ ناخد بالنا من مثل هذه الاشياء. نكاح صحيح يعني احنا بنصحح، واضح؟ فنخرج منه نكاح الشبهه، اي نكاح فيه شبهه بقى. حده الرجم، يبقى المحصن الزاني اللي توفرت فيه الشروط دي بالغ عاقل مش كده برضه؟ بالغ عاقل ادخل حشفته يعني راس الذكر او قدرها من مقطوع الحشفه في قبل مش في الدبر، شروط قاسيه مهمه فهمت؟ ونكاح صحيح، عمل الحاجات دي وجازنا بعدها هاتوا بقى ده يرجم ايه الى الموت رميا بالحجاره، بدل ما نقول رميا بالرصاص هنقول ايه؟ رميا بالحجاره اللي هي قذفا يعني بالحجاره، حد وحد القذف عشان ايه؟ بنقذفه بالحجاره. حده الرجم بحجاره معتدله لا بحصى صغيره ولا بصخر، يعني ما نرموش بحجاره صغيره علشان نطول عليه العذاب، ولا بحجاره كبيره قوي يوم يموت قبل ما يتعذب، احنا عايزين نعذبه شويه وفي نفس الوقت ما نطولش عليه العذاب. فهمت بقى ازاي؟ ليه؟ علشان لما يلقى ربه يبقى بريء الذنب، يبقى ربنا عجل له عذابه في دنيته قبل ما يلقى ربه يروح في داهيه. فهمت بقى ازاي؟ فلا احنا عايزين نطول عليه العذاب فنرمي حجاره صغيره يوم يطول عمره على ما يموت، ولا نرمي عليه صخره كبيره هي ضربه واحده مات. فهمت بقى ازاي؟ طب وحد الاعتدال ايه؟ ملء الكف زي زلطه كده، ملء الكف ترميها تاني بيجيبين ده يرمي ده يرمي لحد ما ايه؟ كيفيه الرجم فيها طرق كتيره بقى في المذاهب. هل لازم اكتفه او اربطه او اسيبه طلق القدمين عشان يجري ولا لا؟ طب ولو جري ورجع عن الاقرار هل ده وقف حد الرجم ولا اجري وراه وارميه؟ كل دي تفاصيل بقى ايه فيها مذاهب كتيره وكلام كتير، وقبل كده احنا تناولناهم قبل كده تناولناهم. المراه يقول لك قولا واحدا اذا رجمت يحفر لها حفره حتى يختبئ فيها نصفها السفلي اللي هي لان مبناها الستر، ما احنا لو رجمناه وهي واقفه كده اهو هتتبهدل وتتشحتف وتبان عورتها. فهمت ازاي؟ يقوموا ايه؟ يحفروا لها حفره لحد سرتها ويربطوا عليها ثيابها كمان علشان لما تموت تموت محترمه مستوره. فهمت ازاي؟ ويتم الرجم. يبقى في تفاصيل يعني في المساله. انا ليه طولت شويه في الحاجات دي؟ لان في ناس يقول لك ده كده يعني ما فيهاش انسانيه. طب وانتوا اللي بتعملوه في الناس ده انسانيه يا مجرمين وناس بريئه ما عملتش جريمه؟ ده انتوا بتحاصروا قرى كامله تسيبوا الناس تموت من الجوع بريئه. ده انت بترمي قنبله تموت الاف مؤلفه من البراء وغباك ولا ذنب لهم، وفي الاخر انت اللي بتعمل ده اللي رامي قنبله هيروشيما ورامي القنابل الذريه بتحاصر الناس تموت من الجوع، جاي تتكلم على حد شرعي لمجرم هيخلط الانساب ويجعل الناس مش امنين على اعراضهم
وبعدين بنرميه علشان يموت ونخلص منه بطريقة معينة، تستحل لنفسك ذلك وتعترض على حكم الله؟ شفت التناقض، تناقض البشر. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالإضافة لأننا بنعمل له كده، بنعمل له كده وإحنا كمان إيه؟ بنحبه وناخده ونغسله ونكفنه ونصلي عليه ونقول اللهم اغفر له ايه وندفنه وما نشتموش، واحنا ايه واحنا بنعمل حج كله قافل بقه، مش هنتكلم ممنوع، كله قافل بقه. فهمت بقى ازاي؟ مفيش اباحه ولا تدعي عليه حاجه، واحنا كمان بنعجل بتطهيره بحيث اما يلقى ربه يلقى ربه نظيف. واضح؟ طيب احنا أمة رحمة ولا مش أمة رحمة؟ أمة رحمة. فدي أمة رحمة، ليه أنا بعيد وأزيد فيه؟ لأن شوية ناس على النت ليهم مقالات كده إن مفيش حد رحمة في الإسلام وإن ده توحش، وأنتوا بتقولوا دين إسلام ودين رحمة، هل يعني هم اللي مش متوحشين؟ فهمت إزاي؟ لا يا سيدي، ده مش توحش. ده مش توحش. النبي ما يعملش حاجة فيها توحش، النبي رجم الغامدية ورجم ماعز. وقالوا تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لكفتهم. وقام صلى عليهم كمان. فين بقى القسوه؟ ولا يلقى ربه وهو ملوث؟ ايه الحل؟ فهمت؟ يبقى احنا دين رحمه. وغير المحصن، ايه هو غير المحصن بقى؟ من رجل او امراه؟ غير المحصن ما توفرتش في الشروط اللي فاتت، توفرتش فيه الشروط اللي فاتت. الناس اللي وصلوا يقول لك المحصن هو اللي متجوز، وغير المحصن الذي يعني يسبق له الزواج اللي هو البكر. فهم؟ ببساطة كده. لكن في الشرع الشريف بقى عند الأحكام يقعد يكلمك بقى إيه شروط كتيرة، خد بالك، لأن إحنا هنحكم حكم جديد فلازم يبقى فيه ضوابط قاسية. هذا هنحكم حكم جديد. وغير المحصن من رجل أو امرأة حده 100 جلدة سميت بذلك لاتصالها بالجلد. يبقى ما يقول ايه فاجلدهما 100 جلدة، افهم من هنا ان انا لازم اقلعه القميص، لازم ايه اقلعه القميص اللي لابسه عشان الضربة تيجي على الجلد مباشرة، جلدة من الجلد لعلاقتها بالجلد. ما ينفعش البسه هدومه واقول له غطي نفسك واروح ضربه، ما ينفعش، لان ربنا قال جلد، والجلد لعلاقته بالجلد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لازم على جلده وعلى جلد ظهره، ما جلدوش على بطنه كمان ولا على وشه، أتجنب الوجه والبطن. فهمت بقى؟ ولازم 100 جلدة ورا بعض بالموالاة، وما تكونش جلدات ايه شديدة بحيث انه هو يموت فيها، ولا تكون خفيفة بحيث انه لا يتألم، يعني منضبطة. وعشان كده قالوا ايه لا يرفع يده فوق راسه، الجالد ده ما يرفعش ايده فوق راسه يعمل كده، لا ده يا دوب بيرفعها كده بس كده من حركه المرفق، من حركه المرفق، خدت بالك؟ ويبقى ايه على الجلد المباشر مع مباشره الجلد. نفهم من هنا ان المراه تغطى بايه؟ بثوب رقيق غير شفاف علشان لا يرى الجالد بدن لضرورة سترها، أما الرجل فيتعر. كل دي برضو إيه يعني شروط، يعني حتى المسلم محترم وإحنا برضو بنجلده. فاهم؟ طيب افرض إن إحنا جلدناه 50-60 جلدة والراجل اللي بيجلد جاله إيه مكالمة على الموبايل، فرد على الموبايل، يعني مبقاش في موالاة. فهمت ازاي؟ فإذا استمر لسه الألم وكمل يبني على ما فات، خصوصا لو كان مر أكثر من 50 فما زلت. طب أقل من 50 وطال الفصل يستأنف. لو أقل من 50 وطال الفصل حتى زال الألم خالص بالكلية، قد يطول الفصل ده ساعات وقد يكون طول الفصل ده أيام. فهمت بقى ازاي؟
لو اغمى عليه نصبر عليه لحد ما يتعالج ويبقى صحيح البنيه. ما احنا ما نقبش الحد على واحد مريض عنده انفلونزا او حمى، واخد بالك ازاي، او عنده ضعف، لازم نعالجه الاول، لان الحد بتاعنا المفروض الا يفضي الى الموت. نبني على منفات بقى ولا لا هنستأنف، لان هيطول الفصل، هنقعد نعالج فيه بقى، نعالج فيه شهر اتنين اسبوع 10 ايام لحد ما يعود. ما ينفعش كمان نقيم عليه الحد وهو في فتره النقاهه. فهمت قد ايه؟ كل دي حاجات مهمة يعني ناخد بالنا منها. هنعمل فيه ايه غير المحصن وزنة؟ حده 100 جلدة سميت بذلك لاتصالها بالجلد، وتغريب عام الى مسافة القصر فاكثر برأي الامام. ولازم كمان نغربه سنة، يعني ننفيه من بلده لمدة سنة الى بلد بعيدة لا يستطيع ان هو يصل اليها بسرعة. كان زمان مسافة القصر دي تعتبر مسافة طويلة 85 كيلو، دلوقتي المفروض تبقى اطول من كده، لان دلوقتي كانت زمان السفر بالدواب، فتعتبر انه 85 كيلو دي مسافة طويلة. فاهم؟ دلوقتي لو هنحكم لازم نحكم بقى مسافة اطول شوية، نقول مثلا اذا كان في القاهرة ننفي اسكندرية مثلا، وبعدين يراقب في المنفى بحيث انه لا يبادرها ولا يحبس، نراقبه بس تحديد اقامه لكن ما نحبسوش، يعني ممكن يروح يشتغل اذا كان من اهل الصناعي عشان يصرف على نفسه في الغربه. طب ايه هدف التغريب ده؟ قال لك علشان لو كانت في امراه بتغوي في هذا المكان يبعد عنها. فهمت ازاي؟ او لو كانت امراه وفي شاب بيغويها تبعد عنه. فهمت؟ بدل ما تقع في الجريمه مره اخرى. ومش كده وبس، وقال لك كمان ناخد منه اي وسيله للاتصال. اتصال؟ ما يكونش بيتصل، ما هو قالوا ليه مسافه القصر؟ عشان يصعب الاتصال باهل بلدي فيشعروا بالغربه. يبقى معناه ناخد منه الموبايل بتاعه. ما يبقاش معاه فتره السنه دي، لان الموبايل بتاعه عليه تليفونات الستات اللي بتغويه. مش كده برضه؟ فناخد منه. او اذا كانت امراه فعلى الموبايل بتاع الشاب اللي كان بيغويه. فهمت بقى؟ كل دي احتياطات للشارع علشان يديله فرصه يغير الشله الوحشه. يقعد سنه لحد ما الشله بتاعته دي تنساه وهو ينساه. زي راجل قاتل مات نفس كده لما قال له روح بلد. ايوه. فشوف بقى الشرع الشريف جميل ازاي؟ بيوحي الانسان انه يتوب مره اخرى، وبعدين يروح بلد ما حدش يعرفه فيها لمده سنه. لانه هو لما اتجلد اتفضح، اهل البلد اتفضح خلاص، ناس كتير شافوه وهو مكسوف يشوفهم ويشوفوه، فما بقاش ليه كرامه. يوم يتغرب يغيب سنه لحد ما الناس اللي شافوه جزء كبير منهم اللي يموت واللي يسافر واللي ما كانش موجود نسي الحدث، يرجع بقى ليه كرامه مره اخرى، ليه فرصه اخرى ان هو يبدا حياه جديده. كل دي برضو ايه؟ لكن احنا مش هنحبسه الا اذا كان بيهرب من مكان التغريب وعايز يرجع بلده، يبقى ساعتها الحاكم له ان هو يحبسه بقى، او بيحاول الاتصال بالشله القديمه. فهمت ازاي؟ يبقى ساعتها الحاكم له ان يحبسه، لكن الاصل مش هنحبسه. فهمت بقى ازاي؟ المراه لو هنغربها لازم يبقى معاها محرم. المراه لو هتتغرب لازم يبقى معاها محرم. المتغرب الرجل نفقته في التغريب على نفسه مش على الحكومة، لا هتأكله وتشربه ولا هو اللي يشتغل وياكل نفسه. والمرأة نفقتها على الواجب النفقة عليه، إذا كان ليها أب أخ بتاع ينفق عليها، أو هي صاحبة مال تنفق، وكمان ينفق على المحرم اللي معاه. فهمت بقى؟ كل دي ضوابط شرعية علشان ما تروحش في بلد الغربة المرأة برضه تضيع. فهمت؟ يضمن لها الامان يعني. بيغربها وبيضمن لها الامان. فهمت؟ طب لو عبد هنجلده 50 جلده ونغربه، واخد بالك؟ ويبقى نفقته على ايه؟ على سيده في فتره التغريب. فهمت بقى؟ كل دي تفاصيل. مكان التغريب يشترط فيه انه اللي يحدده الحاكم مش هو اللي يحدده بنفسه.
لازم بتحديد الحاجه. يعني ما يروحش الحاكم يقول له لو هدربتني غربني في البلد الفلاني والعلاني، ما ينفعش. هو الحاكم اللي هيغربه بمعرفته، وليس له ان يغير جهه التغريب التي حددها الحاكم. واذا شرع في التغريب يبدا العام من اول الوصول لا من وقت السفر، لان كان زمان السفر ياخد مده. دلوقتي هنحسبه من وقت السفر، لان السفر مش هياخد مده زمان ده. بقى سهل انه هيوصل بلد التغريب في نفس اليوم. كان زمان لا، ده ما بيتغرب مسافه القصر يوصل بعد يومين او ثلاثه. فهمت بقى ازاي؟ بنحسبها من اول ما يوصل. يبقى خد بالك ان الفقه المعاصر هيبقى فيه بعض التعديلات بسبب اختلاف ايه؟ يعني وسائل الاتصال. كان زمان وسائل الاتصال بتبقى عن طريق ايه؟ الجوابات والبريد. دلوقتي وسائل الاتصال بالموبايل. يبقى لازم ينص القاضي انه ما يبقاش معاه ايه؟ موبايل، ويدي اسمه لجميع شركات المحمول انه ما يتعاقدش على موبايل. لو راح بلاك ليستد لمده سنه ممنوع من التعاقد على اي نمره. فهمت ازاي؟ اذا كانت في حكومات قويه بقى، بحيث لما يجي مجرد يحط اسمه يطلع ورقم بطاقته يطلع على طول انه حظر لمده سنه ولو ما عندناش نمره. فهمت بقى؟ كل دي وسائل ان هو ما يتصلش عشان يشعر بمراره الغربه، وفي نفس الوقت يبعد عن ايه؟ عن اهل السوق اللي كانوا بيشجعوه على السوق. فناخد بالنا من ايه؟ من ازاي الشارع لما بيحكم احكام فيها قسوه في باطنها رحم. في باطنها ايه؟ رحم. وتغريب عام الى مسافه القصر فاكثر براي الامام، يبقى مفتوحه مش مسافه القصر بس، الامام لو انه يحكم اكثر من مسافه القصر، يبقى مفتوحه. وحته فاكثر دي صالحه زماننا احنا. واضح؟ ليه؟ لان مسافه القصر بقت قريبه دلوقتي بسبب سرعه الاتصال الوسائل المصرية. وتحسب مده العام من اول سفر الزاني لا من وصوله مكان التغريب. يبقى تحسب مده السفر من ايه؟ من بدايه من اول سفر. وخد بالك يبقى ايه؟ انا قلت لك ايه؟ ده وجه ضعيف في المذهب اللي انا قلته لك، لكن انا جايب لك الوجه الراجح. يعني في وجه في المذهب يقول لك انها تتحسب من اول ما يوصل، وجه تاني يقول لك تتحسب من اول ما يبتدي يسافر. فهنا رجح الوجه اللي هو ايه؟ تتحسب من اول ما يبتدي يسافر. والاولى ان يكون بعد الجلد. يبقى التغريب يكون بعد الجلد، ده الاولى. ليه بقى الاولى؟ عشان انا لما اجلده واغربه سنه يرجع الناس تكون نسيت، يقوم ايه؟ ينسى الحرج اللي حصل. فهمت بقى ازاي؟ ده الاولى مراعاه لايه؟ لعدم الفضيحه ونسيان الفضيحه، عشان نديله فرصه يبدا حياه جديده نظيفه مره اخرى. وشرائط الاحصان اربعه، الأول والثاني البلوغ والعقل، فلا حد على صبي ومجنون، بل يؤدبان بما يزجرهما من الوقوع في الزنا. طب الصبي لو زنى نعمل فيه إيه؟ يتأدب، لكن مش هنقيم عليه حد جلد ولا مجنون. والمجنون برضه ما ينفعش نأدبه أو إيه؟ نحبسه أو نعالجه. يعني نشوف له حل، لانه غير مكلف فما نقدرش نقيم عليه عقوبه وهو غير مكلف. والثالث الحريه، فلا يكون الرقيق والمبعض والمكاتب وام الولد محصنا وان وطئ كل منهم في نكاح صحيح. يبقى العبد مهما تزوج زواج صحيح يفضل برضه حده حد ايه؟ حد غير المحصن الحر اللي هو الجلد. ليه؟ لان ربنا بيقول ايه؟ فعليهما نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا شك ان الرجم لا يتنصف، لان الرجم نهايته الموت، والموت ما يتنصفش. ينفع الرجم لحد ما يموت نص موتة؟ ما اعرفش انا نصفها، لكن ال 100 جلد اعرف انصفها. يبقى عليهما نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني يبقى الجلد يبقى عليه 50 جلد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الرقيق ليس له إحصان، الإحصان من شروط الحرية بجانب باقي الشروط. فهمت؟
والرابع وجود الوطء من مسلم او ذمي، وجود الوطء اللي هو تغييب الحشفة او قدرها في القبل في نكاح صحيح، وفي بعض النسخ في النكاح الصحيح. وأراد بالوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها بقبل، وخرج بالصحيح الوطء في نكاح فاسد فلا يحصل به التحصين. واضح؟ ودينا أمثلة بقى للنكاح الفاسد كتير، منها بغير ولي، منها بغير شهود، منها أخته في الرضاع دون أن يعلم، كل دي أنكحة فاسدة. أو نكح امرأة طلعت إن المرأة دي متزوجة ولم تطلق بعد، ده نكاح فاسد، هو ما كانش يعرف، ده نكاح فاسد لا يتم به إحصان. وأنت بتسمع الحكاية دي دلوقتي تشوف الستات تبقى متجوزة في الصعيد، تهرب من جوزها، تيجي طنطا تروح متجوزة في طنطا، يجي الزوج بتاع طنطا يطلع مقلب تروح هربانة منه وراح اسكندرية متجوزة في اسكندرية، تبقى على ذم التلاتة. ما ينفعش، ده نكاح فاسد، ده هي أصلا نكاحها الأول هو اللي صحيح وكل اللي عملته بعد كده زنا. فهمت؟ يبقى أزواجها في طنطا واسكندرية لم يتموا لهم إحصان لأن ده نكاح فاسد، لكن زوجها الأولاني اللي في الصعيد تم به إحصان لأنه نكاحه صحيح. فهمت؟ فلو زنى الزوج بتاع الصعيد ده هنجيبه من قفاه نعمل نرجمه. فهمت؟ وزوجها بتاع طنطا ده لو كان ده أول زواج ليه ما تمش إحصان. فلو زنى بعدها بعد ما طلقها ولا بعدت عنه او هربت منه يبقى يغلب برضه. فهمت بقى؟ فلازم ناخد بالنا من الحاجات دي. طب واللي اتجوز واحده ملحده؟ اللي تزوج امراه يبقى ده زواج فاسد، تزوج رجل مسلم تزوج كافره نكاح فاسد لا يتم به احصان، ويبقى علاقته بها زنا ولا يتم به احصان، وعلاقتي بها ايه؟ زنا. يعني معناه ايه؟ معناه نجلده 100 جلده بس، لكن مش هنرجمه لان لم يتم به احصان، ونفرق بينهما في الحال. او يمكن بعض الفقهاء كمان يقول لك مش هنجلده لان في شبهه عقد، نعذره بس في شبهه عقد، يمكن ما يعرفش التحريم، يمكن قص الكفره دي على ايه؟ على اليهودي والنصراني، فقال ما هو المسلم يتجوز يهوديه ونصراني كلهم كفار، يبقى كمان الجوزية ما هي كافرة زي دول، ما كله كافر. تفتكر ان الحكاية ايه؟ ممكن يبقى عنده سوء فهم. فهمت بقى المسألة؟ والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر، فيحد كل منهما 50 جلدة، ويغرب نصف عام. بدل ما هيغرب عام هيغرب ايه؟ نصف عام. وعليه نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى 16. يبقى 16. ولو قال المصنف ومن فيه رق حده يبقى أحسن. العبد والأمة كان عايز يقول لك ومن فيه رق يبقى أخسر يعني. كان أولى لعم مين؟ المكاتب والمبعض وأم الولد، أنواع بقى الإيه الرق المختلفة. طب وحكم اللواط بقى؟ وإتيان البهيمة كحكم الزنا. فمن لاط بشخص بأن وطئه في دبره، وأنا ما بحبش كلمة اللواط دي على الإطلاق على هذا الفعل. ليه؟ لأن تلويث اسم نبي بفاحشة شديدة. فهمت إزاي؟ ولكن كان الأولى إنه يسموه، إحنا دلوقتي بنسموه إيه؟ الشذوذ الجنسي. اسم كويس احسن من ايه؟ لوط. من كلمه لوط بعدنا طهرنا اسم سيدنا لوط من انه يبقى ايه مرتبط، عشان كده في حد بيسمي ابنه لوط بسبب تشويه اسم النبي لانه اسمه شريف. الناس تقدر تسمي جميع اسماء الانبياء الا لوط، ما شفناش واحد اسمه لوط بسبب ان هم ربطوا الجريمه البشعه اللي جاء سيدنا لوط عشان يقاومها باسمه الشريف. واذا يعني خطا فاحش وقعت فيه الامه منذ قرون، واخد بالك؟ في حين ان الاجانب يا اخي ما يجيبوش باسم سيدنا لوط، يقولوا عليه صدومي. ان انجلش يقولوا عليه صدومي نسبه لسادوم المدينه اللي كان فيها سيدنا لوط، يسموه صدومي نسبه لسادوم اللي هو اسم المدينه. وانا رايي ان الاسم الاجنبي اكثر ادبا من الاسم العربي.
الوصف ايه لهذه. فاحنا ممكن نقول فعل اهل سدوم وننشرها بعد كده ونكتبها في كتب الفقه المعاصر. ما نكتبش كلمه الوصف في كتب الفقه المعاصر تنزيها لهذا الاسم الشريف من ان يرتبط بهذه الجريمه البشعه. فهمت ازاي؟ وناخد بال. العجيب ان قوم لوط اول قوم في تاريخ بني ادم ان ايه؟ ان الذكر ياتي الذكر والمراه ايه؟ تصاحب المراه. ما كانتش معروفه دي إيه في البشريه قبل قوم لوط ابدا. قبل كده. وعشان كده ايه؟ ما سبقكم بها من احد من العالمين. يبقى اول من فعلها مين؟ قوم لوط. والعجيب انها ماتت بعدهم. ما بقتش مشهوره حتى في كل بلاد العالم. لحد ما ابتدت بعد كده الفتوحات تنتشر والمسلمين يخرجوا ويأسروا اولاد الروم وفارس ويقعدوا بعيد عن زوجاتهم مده طويله في اطراف الارض ويخدموهم ابناء فارس وابناء الروم ويخلوا بهم. فهمت ازاي؟ فابتدت تنتشر في بعض جيوش المسلمين في الاطراف. فاول ما ظهرت في خراسان. فهمت بقى ازاي؟ ما كانش يعرفها المسلمين لكن انتشر بسبب بقى الحروب. وقيل ايام برضه الاسكندر، حروب الاسكندر كان ياخد الجند بتوعه يقعدوا بالسنين بعيد عن الزوجات فكانوا يلوطوا مع بعضهم البعض. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ابتدت تظهر تاني في البشرية تدريجيا على فترات متباعدة ولكن مش بصورة فحشة وبائية. فهمت ازاي؟ لحد ما عادت مرة أخرى في آخر الزمان بقت وباء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء. دليل انها هتبقى وباء بقى. درجة إن في أوروبا الوقت بيبيحوا في الكنائس زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. إلى هذه الدرجة. فهمت ازاي؟ فبقت وباء. فنسأل الله السلامة. وحكم اللواط واتيان البهائم كحكم الزنا. فمن لاط بشخص بان وطئه في دبوره حد على المذهب. طبعا الجريمه الشذوذ دي بيطأ في الدبر يبقى لا يتم بها احصان. واضح؟ لا يتم بها احصان. ولا تسمى طب افرض محصن عملها. محصن يعني متزوج زواج صحيح وامرأة وبعدين عمل هذه الجريمة مع رجل يقتل ولكن لا يقتل رجما. لا يقتل رجما. اختلف في كيفية قتله. اتفق على قتل الفاعل دون المفعول. المفعول فيه يجلد بس لكن الفاعل إن كان سبق له إحصان فيقتل بالإجماع. واختلف في كيفية القتل على مذاهب. بعضهم قال بالسيف، بعضهم قال يلقى من شاهق، وبعضهم قال يهدم عليه جدار، يعني تحت الهدم. اختلفوا في كيفية قتله. فهمت بقى ازاي؟ وحكم اللواط واتيان، احنا قلنا بقى عايزين نصلح كلمة اللواط دي ونخليها وحكم اتيان الرجال. اريح كده ونبعد سيدنا لوط بقى. عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهمت؟ وحكم إتيان الرجال وإتيان البهائم كحكم الزنا. فمن جامع رجل بأن وطئه في دبره حد على المذهب بدل فمن لاط. فهمت بقى؟ ما احنا لازم ندافع عن الأنبياء. وأصل مشكلة الحكاية دي من كثر استعمالها شاعت فزال من عند الفقهاء إحساس إن هو بيؤذي نبي. عارف لو واحد قالها بقصد إيذاء نبي كفر. لكن الأمة لا تقصد إيذاء سيدنا لوط، ده بتعمل علم بس تقصد. لكن لو ارتبطت في ذهن واحد إن هو يقصد يؤذي النبي تكفر. وأمة النبي منزهة عن إن هي تقصد إيذاء الأنبياء. خدت بالك؟ لكن احنا عايزين ننزه الانبياء عن قول السفهاء. فهمت بقى ازاي؟ لان ده سفاهه. ان انا يعني سيدنا شعيب
جاء عشان يعالج تطفيف الميزان، ينفع تطفيف الميزان اسميه الشعيبية؟ ما ينفعش، لان دي جريمة. ازاي اطلق عليه اسم نبي؟ فهمت بقى ازاي؟ ما ينفعش. بأن وطئه في دبره حد على المذهب، ومن أتى بهيمة حد كما قال المصنف، لكن الراجح أنه يعذر في إتيان البهيمة، فيها خلاف، والراجح أنه يعذر. ومن وطئ فيما دون الفرج عذر. افرض واحد جاء مع امرأة بقى ولكن مش في الفرج، واخد بالك؟ إن شاء الله أدخل حتى ذكره في فمه، بقى ما اسموش برضو إيه؟ زنا. لازم الفرق. ادخل ذكره في دبرها حرام، لكنه ما اسموش ايه؟ زنا، ولا يتم به احصان. دكتور هو اشترط لنا اجنبيه. ها؟ النسخه اللي عندي موطئ اجنبيه. دي اجنبيه. ومن وطئ فيما دون الفرج عذر. من وطئ اجنبيه تم فيما دون الفرج. اجنبيه ده كان ابن القاسم. ومن وطئ، حط بينه بين ده في الشارع بقى. ومن وطئ اجنبيه فيما دون الفرج عذر. خد بالك، هو عايز يطلع الزوجة، لأن من وطئها دون الفرج وكانت زوجة له ما فيهاش فيها تعذير، مش جريمة هي. ولو وطئ زوجته وطئ محرم، كأن كانت حائضا أو نفساء أو محرمة بحج أو صائمة في نهار رمضان، لا يسمى زنا. فهو عايز يقول لك اجنبي عشان يخرج لك الحاجات دي، الصور دي. بس الفقهاء دول عندهم دقه، خد بالك. يبقى ان وطئ اجنبي فيما دون الفرج عذر، ولا يبلغ الامام بالتعذير ادنى الحدود. التعذير قلنا حد غير مقدر شرعا مطلوق للامام، لكنه عند مذهب الشافعيه ما يوصلش الى ايه؟ ادنى حد. وعند المالكيه للامام ان يعذر حتى القتل، مذهب المالكيه. يصل الى حد القتل حتى تعزيرا، فهم؟ ده مذهب الملكيه فتح. يبقى مذهب الملكيه في التعزير فتح للامام يجتهد كيف شاء. الشافعي قالوا لا يا امام، لو عايز تعذر يبقى دون ادنى حد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى تختلف المذاهب. فلما تلاقي امام بيعذر الى حد القتل اعرف انه ملكي. فهمت بقى ازاي؟ ما خالفش الشريعه يعني، ما زال داخل حدود الشريعة. بس انت بتفتكر ان الشريعة هو الامام الشافعي. الامام الشافعي مذهب من مذاهب الشريعة، وليس هو كل الشريعة. واضح؟ طب ادنى حد حضرتك على العموم ولا في هذه؟ لا، ادنى حد على العموم. احنا ادنى حد عندنا ايه؟ القصف 80. القصف 80، يبقى عايز يعذر يبقى ايه؟ 90 ولا 80. يبقى اقل من 80. هيجلد بالتعذير بجلد، يبقى اقل من 80. فاهم؟ طب ولو كان عبد يبقى اقل من 40. فهمت بقى المساله؟ ده كل ده مذهب مين؟ الشافعيه. لكن في مذاهب ثانيه كالمالكيه، وفي قول عند الاحناف للحاكم ان يعذب بما شاء من عقوبه على قدر ما يرى من تفشي الجريمه ليرضع المجرمين. فهمت بقى؟ طيب. ومن وطئ أجنبي فيما دون الفرج عذر، ولا يبلغ الإمام بالتعذير أدنى الحدود. فإن عذر عبدا وجب أن ينقص في تعذير عن 20 جلدة، أو عذر حرا وجب أن ينقص في تعذير عن 40 جلدة، لأنه أدنى حد كل منهما. واضح؟ لأن في أحكام القصف كمان اختلف في حد القصف، بعضهم قال 40 وبعضهم قال 80، واستقر الأمر على 80. فقال لك يبقى عندنا ادنى حد معتبر ال 40. فهمت ازاي؟ فخلينا في ادنى حد ال 40. لكن استقر حد القصف 80 بايه؟ باجتهاد سيدنا علي وباجماع الصحابه بعده. لان قال اذا حد الخمر، يعني حد الخمر اختلف في 40 ولا 80، حد الخمر، انما القصف 80 ده بنص القران. القصف 80 بنص القران، حد الخمر اختلفوا في نصه. فهمت ازاي؟ فجم في الخمر قالوا 40، وقعدوا كده سنوات لحد ما اتشاع الخمر ايام في اخر خلافه سيدنا عمر بن الخطاب. شاع الخمر بسبب كثره الفتوحات، والناس كتير دخلوا في الاسلام كانوا متعودين على الخمر. فلما دخلوا في الاسلام دخلوا الاسلام ويسكروا. يعني رجعت ريما لعادتها القديمه. فارادوا ان هم ايه؟
يشوفوا حاجه بقى يعملوا، لان حد الاربعين ده. فقام سيدنا علي قال لسيدنا عمر: ارى انه اذا شرب الخمر سكر، واذا سكر هذا، واذا هذا قذف، فاراه ان يجلد 80 حد القذف. فهمت بقى المساله؟ واستقر الامر بعد كده ان حد الخمر 80 بقى، لكن قبل كده كان 40. يبقى وجب أن ينقص في تعزير عن 20 جلدة، أو عزر حرا وجب أن ينقص في تعزير عن 40 جلدة، لأنه أدنى حد كل منهما. والله تعالى أعلى وأعلى. ونقف على فصل في أحكام القذف إن شاء الله يوم الثلاثاء بعد القذف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا كريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.